السلام عليكم، أتمنى الصوت يكون واضح. الصوت واضح يا شباب؟ طيب تمام. كان في سؤال أو حاجة، في استفسار عن حاجة؟ معلش. طب أوكي، اتفضلي حضرتك. ملاك، اتفضل حضرتك، اتفضل. تمام. ملك، معلش سوري، اتفضلي حضرتك، اتفضلي اتفضلي يا فندم. شوف السؤال عايز ايه. ايه الاستفسار؟ ممكن الاستفسار اللي حضرتك عاوزاه؟ البي جي بي، البي جي بي يعني هو عباره عن بوردر جيت واي بروتوكول، عباره عن ايه اللي هو الخاص ب الراوتنج بروتوكول على مستوى الانتر دومين راوتنج. يعني التفاصيل بتاعته الدقيقة قوي أو الحاجات اللي هي الشروحات بتاعته يعني مش هندخل فيها بالتفصيل، وهنحاول نخلص السوكت بروجرامينج والتي سي بي والدي بي. لو اتفضل وقت هنرجع له تاني إن شاء الله. تمام، بس نعرف بس إن معناه بوردر جيت واي بروتوكول، وبيستخدم في الانتر دومين راوتنج. اللي هو الانتر اوتونوميوس سيستمز، يعني ما بين الاوتونوميوس سيستمز وبعضهم، في انترا اوتونوميوس سيستم وفي انتر اوتونوميوس سيستم. ففي الانتر اوتونوميوس سيستم ده يبقى البي جي بي، وهو اختصار بوردر جيت واي بروتوكول. ممكن نكتفي بالقدر ده دلوقتي، ولو في وقت بعد ما نخلص شرح هبقى اشرحه تاني حاضر، مفيش مشكله. ولو كانوا الزملاء شرحوه هتلاقي الفيديوهات بتاعتهم موجوده عندكم على المنصه. تمام. طيب خلينا ايه، خلينا نبدا المحاضره دي. اوكي، اتمنى بس الشير يكون واضح. طيب تمام. خلينا نبدا. احنا هنكمل على السوكت بروجرامينج. كنا توقفنا المره اللي فاتت عند الكود اللي هو بيتواصل ما بين السيرفر والكلاينت، هنبدأ ان احنا نرسل حروف سمول من السيرفر من الكلاينت ونستقبلها في السيرفر، ونعمل ايكو بالحروف دي. ايه كابتن ده البروسيسنج اللي احنا ايه هنعمله. طيب الكود بتاع الكلاينت والسيرفر هيستخدم اليو دي بي. ببساطة شديدة الخطوات بتاعتي اللي مكتوبة قدامي دلوقتي، هكرييت ا سوكت، هعمل بيندنج البري ديفايند ادرس فور ذا سيرفيس ديزاير، wait for datagram to arrive from a client, send response back to originating client, return to C اللي هي الخطوة C، هنتظر ان انا ابعت ايه رسالة جديدة. المطلوب من السيرفر ايه؟ ان هو هياخد الرسالة دي ويحولها لايه؟ لحروف كابيتال بدل حروف سمول. الكلاينت سايد هيكريت ا سوكت برضو وهيسند datagram to server، wait for response from server، هينتظر لما السيرفر يرد. السيرفر المفروض يرد طبعا بحروف كابيتال. return to B for more datagrams، هرجع للخطوة B عشان ارسل حروف جديدة، وبعدين هقفل السوكت في الاخر لما اخلص الايه الكونكشن. ده تقريبا الايه البرنامج البسيط ده اللي هو ايه عايز يعمله. البرنامج ده عبارة عن كونكشن ما بين سيرفر وكلاينت. الكلاينت هيبعت request والسيرفر هيبعت ايه ريسبونس. زي ما احنا شايفين الخطوات، سوكت بند ريسيف فروم سند تو، هنا برضو سوكت بند بس عكس ريسيف فروم هيبقى سند تو، وهنا بدل سند تو هيبقى ريسيف فروم. ايه البلوك ده؟ البلوك ده اللي هو البلوكينج، اللي هو هيعمل بلوك لتنفيذ الخطوه. امتى يعمل بلوك للريسيف فروم؟ لو هو ملقاش حاجة في البفر هيقوم عامل بلوك. طيب بالنسبة للريسيف فروم برضو لو ملقاش حاجة في البفر هيعمل برضو ايه بلوك. يبقى امتى البلوك بيحصل في الريسيف فروم؟ لما البفر اللي بيقرأ منه يبقى فاضي.
لو البفر كان فاضي يبقى للاسف ايه هي هي هيحصل بلوكينج للتنفيذ الفانكشن دي. ده بالنسبه لايه للكلاينت سيرفر ايه موديل في البرنامج اللي احنا عايزين نعمله. هنا الخدمه اللي انا هعملها هي يو دي بي كلاينت سيرفر فانكشن. ده اللي هو الفلوت شارت بتاعه البرنامج ده. زي ما احنا شايفين في عندنا هنا الكلاينت سايت في الناحيه دي والناحيه الثانيه السيرفر سايت. اول حاجه كل واحد فيهم هيفتح سوكت، لازم افتح سوكت في ده وسوكت في ده. وهبدا اعمل من هنا سند تو وهعمل هنا ريسيف فروم، وهبدا اخش في اللوب دي سند تو ريسيف فروم، وبعدين هيرد على الداتا بحروف كابيتال للكلاينت ويعمل ايه ريسيف تاني، وهكذا يفضل يلف بقى في اللوب دي لايه للابد. يبقى انا كده ايه الى حد ما نفذت المطلوب في خطوات الكود اللي توصفناه من شويه. طيب في الاخر بقفل السوكت ديت وكده ايه خلصت البرنامج. يبقى الاكزامبل ده عباره عن ايه كلاينت ريدز الاين اوف كاركتر داتا فروم اتس كيبورد اند سندز داتا تو سيرفر. يبقى الكلاينت هيعمل ايه؟ هيقرا الداتا من الكيبورد اللي هي الحروف وهيبعت الداتا دي لمين؟ للسيرفر. السيرفر هيريسيف الداتا وهيكونفيرت الكاركتر ده للابر كيس. السيرفر هيسند موديفايد داتا هيحولها للابر كيس. الكلاينت يريسيف موديفايد داتا اند ديسبلاي والريسيفر او الكلاينت هيقرا الموديفايد داتا ديت ويديسبلاي الداتا دي على ايه؟ على السكرين. طبعا الكلاينت سيرفر سوكت انتر اكشن زي ما احنا شايفين ده اسمه سبيس تايم دايجرام. عندي سيرفر وعندي كلاينت. ببساطه شديده هبدا الخطوات هنا كرييت السوكت على البورت اكس، يعني بختار رقم البورت، بس البورت زي ما اتفقنا لازم تبقى مفتوحه على الفاير وول. طب الفاير وول ده اجيبه منين؟ الفاير وول ده موجود فين؟ موجود في الكنترول بانل. اقدر افتحه من الويندوز ديفندر زي ما احنا شايفين، ده الفاير وول بتاع الويندوز. اقدر اجيب البورتات المفتوحه واقدر افتح بورتات جديده، يعني مثلا في بورتات بترسل وفي بورتات بتستقبل، في ان بوند واوت بوند. الان بوند ده الحاجات اللي داخله للجهاز، الاوت بوند ده الحاجات الخارجه من الجهاز. اقدر ان انا برمج او اعمل كونفيجريشن للنيو رول، اختار البورت اللي انا عايزها اهي وابدا اقول له نكست، اكتب رقم البورت، اختار البروتوكول اللي انا هدعمه تي سي بي او يو دي بي، واكتب البورت هنا ولتكن البورت ديت مثلا 80 واتيفر يعني، وبعدين اقول له الاو ذا كونكشن، اسمح بالكونكشن عن طريق الدومين او البرايفت او البابليك، واختار هنا نيم مناسب للرول دي، هسميها ايه رول مثلا واحد، سميها ايه اسمي عجبني، وبعدين فينش. انا كده عملت رول اهيت تفتح لي البورت عشان استخدمها، واقدر في الاوت بوند برضو ايه اعمل رول برضو تانية زي ما انا عاوز، اختار بورت وافتحها اقول له مثلا تي سي بي او يو دي بي، انا عايزها يو دي بي، هكتب هنا البورت مثلا هيكون برضو رقم 80 تبقى ان واوت، واعمل الاو نكست، كل ده ايه تمام، واقول له ايه دي رول ايه 2، واقول له فينش. يبقى كده انا عملت ايه رول للان بوند ورول للاوت ايه بوند. ده ببساطه شديده ايه خطوات تاسيس الايه البورتات تمام. يبقى انا هنا كده ايه فتحت البورت في الويندوز، واقدر الغي الفاير وول خالص اوقفه واستغنى عن الخطوه اللي انا عملتها دي. هبدا هنا في الكود اعمل كرييشن للسوكت السيرفر سوكت، وابدا ان انا ايه امشي مع الخطوات بالترتيب. ريد داتا فروم، طبعا هنا الكلاينت اللي هيبدا هيكتب الداتا، هيكرييت داتا جرام وهيرسل الداتا جرام دي للسيرفر. السيرفر هياخدها ويعمل لها بروسيسنج زي ما قلنا، ويحولها مثلا لكابيتال ويقوم رادد على الكلاينت. الكلاينت هيقرا الكلام ده ويعمل ديسبلاي للداتا، وبعدين هيقفل الايه كونكشن في النهايه. ده تقريبا اللي هو الخطوات الاساسيه بتاعت الايه الكلاينت سيرفر ايه موديل. دي الخطوات بالبايثون. ده برنامج بايثون بسيط بيشتغل على السوكت
بس باوامر بقى لغه البايثون. تمام؟ يعني هنا انا استخدمت لغه البايثون علشان ايه؟ علشان انفذ التطبيق اللي احنا ايه شفناه من شويه. يبقى انا كده ايه ثواني يا شباب. ده تقريبا الايه الكود موضح لي البورت اللي هستخدمها، ومستخدم هنا البورت رقم 12000، وده الاوامر بتاعه فتح السوكت. المسج اللي هبعتها هبدا اكتب على الكيبورد، ومن خلال الكتابه ديت هيبدا يقرا اللي انا بكتبه ده، وهيبدا يبعته للبورت اللي انا فتحها او للسوكت اللي انا فتحها، وهيريسيف فروم ايه 2048. يعني هو هيبعت على 12000 ويريسيف فروم ايه 2048. ده الان بوند وده الاوت بوند. ده الجزء بتاع السيرفر سايد، نفس الكود تقريبا، بس هو ايه هيعمل بروسيسنج للداتا اللي هيقراها ويعيد ارسالها مره ثانيه، على اساس ان الايه الجهه الثانيه تبدا ايه تعرض الداتا دي في شكل ايه حروف كامله. السوكت بروجرامينج ببساطه الكلاينت هيكونتاكت السيرفر، الكلاينت كونتاكت سيرفر باي كرييتنج تي سي بي سوكت سبيسيفيك اي بي ادرس بورت نمبر. يعني انا محتاج عشان السوكت محتاج اي بي ادرس وايه وبورت نمبر. لما هتوصل بالكلاينت السيرفر هيكرييت نيو سوكت فور سيرفر بروسيسنج تو كوميونيكيت وذ ذات بارتيكولر كلاينت. يعني كل ده ايه ممكن ان احنا نبص عليه على انه بايب. بايب يعني ايه؟ يعني انبوبه بتوصل ما بين ترانسميتر وريسيفر علشان تعمل لك ايه كونكشن للداتا ما بين كلاينت وايه وسيرفر. السيرفر الجوريثم بالكونكشن اورينتد بالتي سي بي، نفس الخطوات تقريبا، بس ايه بس المره دي هستخدم خدمه التي سي بي بدل اليو دي بي. كل الكلام ده ايه هرجع اكرره تاني، بس ايه بس باستخدام الكونكشن اورينتد. تلاحظ الخطوات كلها زي بعض تقريبا، بس ايه اللي هيختلف اللي هو الاوامر من الداخل، اللي هو ايه اللي هو هيتاكد ان الكونكشن تي سي بي اللي هو يستخدم 3 واي هاند شيك بدل اليو دي بي ان هو بيرسل وايه وخلاص. ده تقريبا اللي هو ايه اللي هو الكونكشن اورينتد بروتوكول. نفس الخطوات تقريبا، بفتح السوكت بعمل بيندنج ليسن اكسبت. الكونكشن بيتم عن طريق كلاينت في الاول، والسيرفر بيريد وبعدين بيعمل بروسيسنج. بس طبعا ايه بزود حته ان انا ايه اتاكد ان الكتابه اللي وصلت تمت في الناحيتين. ده اللي اسمه ايه الثري واي هاند شيك. يعني بعيد الارسال مره ثانيه باللي حصل عشان اكد للريسيفر ان انا استلمت الداتا بتاعته من غير اي مشاكل. يعني ده تقريبا مجرد اكزامبل برضو تاني لكلاينت سيرفر موديل، بس بالتي سي بي ايه كونكشن اورينتد. يعني ده ببساطه اللي هو ايه اللي هو الافكار اللي موجوده في السوكت بروجرامينج. كل دي برامج طبعا، هنا البرنامج بالبايثون اهو تقدروا تاخدوه وتنفذوه. هننفذ الكود ده ازاي؟ نشوف مع بعض الكود ده بيتنفذ ازاي. في موقع اونلاين ممكن افتحه معاكم دلوقتي. الموقع ده اقدر من خلاله ان انفذ الاكواد ديت اونلاين. الموقع ده بيسموه الكولاب، هو الموقع اللي قدامنا ده. الموقع ده لو انت عندك اكونت على جوجل تقدر تفتحه، وتقدر انك انت ايه تكتب اكواد جواه بالبايثون وتنفذها. يعني الكود ده انا جايبه جاهز، الكود ده اللي هو اللي فوق ده انا جايبه جاهز. كل اللي بعمله ان انا اخد الكود الجاهز ده زي كده، وابدا ان انا ايه اعمل له كنترول في من الموقع اللي انا جبته منه، واعمل له رن من هنا، وانتظر شويه لغايه ما يتنفذ. هنلاقي التنفيذ بتاعه جاي. يعني ده كود بسيط اتنفذ معايا سكسسفولي بدون اي مشاكل بالسوكت بروجرامينج. فتح لي سوكت مع اليو دي تو اللي هو موقع الجامعه بمنتهى البساطه، ورجع برساله بتاكد لي ان هو ايه اتفتح السوكت نفسها وعمل كونكشن بدون اي مشاكل. الكود بالبايثون زي ما احنا شايفين امبورت سوكت عشان امبورت اللايبراري، امبورت سيستم، تراي واكسبت. دي انا ممكن ما اكتبهاش لو انا حابب، بس هي فايدتها ايه؟ فايدتها ببساطه ان انا
لما بفتح سوكت ممكن ترجع لي بايرور، الايرور ده ممكن اليوزر ما يعرفش يفسره، فانا هعمل رساله لما يحصل الاكسبشن ده يقوم ظهر الايرور ده. الايرور ده ببساطه اللي هو ايه، اللي هو هيظهر في الفيدباك بتاع الاس. يعني الاس ده عباره عن اوبجكت جوه السوكت اللي اتفتحت، لو السوكت دي رجعت بايرور هظهره هنا عن طريق الايه الاكسبشن. طبعا انا ممكن اشيل السطرين دول ما فيش مشكله، واسيب بس السطر بتاع تاسيس السوكت. البورت اللي هفتحها 80، والموقع اللي هفتحه هو www.eulu.edu.eg. بعد ما فتحت السوكت ديت مع الموقع هبدا ان انا ايه اعمل كونكشن برضو بتراي اكسبت. لو كل شيء ماشي تمام هبعت رساله هنا ان السوكت هاكس سكسسفولي كونكتد تو، وهقول له انها وصلت بمين، بالموقع اللي انا عايزه. ننفذ ده تاني اهو. طب افرض انا غلطت في اسم الموقع، يعني كتبت موقع غلط، الموقع ده مثلا كده، وانفذ الكود، هلاحظ ان الكود فيه ايرور، ان الموقع ده هو مش قادر يوصل له، مفيش موقع بالاسم ده اصلا. تمام، فاداني ايرور على احد الاسطر ان في ايه، ان في بروبلم، انا مش قادر اوصل للموقع. فلو صلحت الايرور ده هيقوم ايه، هتنفذ صح، وايه وحصل ان هو ايه، ان هو عمل كرييشن للايه للسوكت، وقدر يوصل للموقع بمنتهى البساطه. ده ببساطه الايه الكود اللي هو ان انا طبعا الكود ده مش انا اللي كاتبه، انا جبته جاهز ومجرد ان انا بنفذه بس على الكولاب. في مواقع هنا زي الموقع ده كده بيشرح السوكت بروجرامنج باستخدام البايثون، وبيشرح لنا الموديل اهو زي ما احنا شفناه من شويه، ده موديل اللي هو الكلاينت سيرفر موديل، ودي الخطوات اهي اللي هي على السيرفر. هفتح سوكت بند ليسن اكسبت، والكلاينت هفتح سوكت وابدا اعمل كونكت، هيبدا يرسل بيانات، هيسند ويريسيف، ويبدا يدخل في دوره السند والريسيف لغايه ما انا ايه انهي الاتصال دوت باي طريقه تعجبني. تمام، في بقى اكواد جاهزه زي الكود ده كده، انا ممكن اخد الاكواد دي كده زي ما هي كده واعمل لها كوبي، وابدا ان انا اروح لايه للبايثون واعمل لها بيست زي ما شفنا من شويه. بمنتهى البساطه اقدر ان انا ايه اقول له يعني كود، ازود كود واعمل كليك يمين واقول له ايه فاست. الكود اللي انا تاخده من شويه عن طريق الشروحات اللي هي الجاهزه، واقول له رن للكود ده، ببساطه شديده جدا هيبدا ينفذ. لو في ايرور هيقف، لو ما فيش ايرور هيمشي. فهنا الكود ده للاسف فيه ايرور، الايرور ده نتيجه ايه، لو احنا انتظرنا شويه هنلاقي البورت ما اتفتحتش، فعشان البورت ما اتفتحتش للاسف هيعمل لي ستوبنج للايه للكود ده. هنا الكونكشن للادرس هيحصل له ريفيوز، يعني مش هيحصل له اكسبت، هيحصل له ريفيوز نتيجه ان البورت اللي انا اخترتها ما اتفتحتش. البورت اللي انا بختارها هنا هي 65432، انا ممكن اختار بورت ثانيه طبعا وليكن بورت 80 واعمل ستوب واشغل ثاني. طبعا لو الفاير وول متشال خالص ممكن البرنامج ده يتنفذ بمنتهى السهوله، لكن عشان الفاير وول موجود فللاسف ايه البورت ممكن ايه تديني اكسبشن اللي هو ده، ان حصل ايه ريفيوزنج. طبعا هو انا ما ادانيش الايرور، لكن انا ايه لازم اسيب الكود ده يتنفذ لغايه ما يطلع الايرور بتاعي. طبعا في مواقع تانية اقدر اجيب منها اكواد زي ايه، زي الموقع ده برضو اسمه جيكس فور جيك سوكت بروجرامنج، ده اللي انا جايب منه الكود اللي انت شفتوه من شويه، اللي هو ايه اللي هو انا بعمل اكسس على موقع بفتح سوكت ما بينه وبين الموقع ده. بس هو كان في الاكزامبل اللي هو شرحه هو استخدم موقع يمكن جوجل اعتقد، اهو الموقع كان google.com، وانا استخدمت موقع الجامعه بس. يعني كل اللي عملته ان انا ايه جبت كود جاهز وغيرت فيه اللينك بتاع الموقع جوجل وخليته لينك الجامعه، وفتحت ايه سوكت ما بينه وما بين ايه موقع الجامعه بس. هنا زي ما انتم شايفين السوكت اتفتحت بشكل سليم ما فيهاش مشاكل. طبعا ده كل ده ايه اكواد وتصليحات لاكواد وتعليقات عليها. في برضه موقع تاني بيسموه المالتي كونكشن، ثواني، اسمه البايثون سنترال جايد تو سوكت بروجرامنج، برضه ده ايه بيشرح لي السوكت بروجرامنج بالتفصيل وبيديني اكواد اقدر اخدها برضه ايه كوبي. اي كود تشوفوه مناسب ممكن تاخدوه ايه كوبي وبيست، تحطوه في الكولاب وتنفذوه، تلاقي الموضوع ايه
بسيط جدا يكاد يكون تافه. كوبي، خلينا نرجع للكولاب تاني. طبعا هو لسه واقف على الكود بتاعي الاولاني، خليني ايه، خليني اتوقف بقى، خلينا ازود سطر، ازود كود، اعمل كنترول في كده، انا حطيت كود جديد اهوت، اجربه اعمله ران، اداني ايرور، اقرا الايرور ده بيقول ايه وابدا اشوف الايرور ده وهندل الايرور لو في ايرورز. طبعا الاكواد ديت إيه؟ مش كلها طبعا يعني شغاله من الاول، ممكن بعض البارامترز انت تغيرها على الشغل بتاعك انت. يعني ايه؟ يعني هو هنا قال لي هوست وبورت، الهوست اداله 127.0.0.1، ممكن ادي الهوست انا اي رقم يعجبني، ممكن ادي له الهوست ده يكون موقع زي www.eelu.edu.eg، والبورت نمبر هنا ممكن اخليها 80 زي البورت اللي فاتت، غيرت البورت واعمل رن تاني واشوف هيحصل ايه. لو الكود ده سليم وكله تمام هيبدا يتنفذ، هو بيحاول يعمل كونكشن دلوقتي، لكن ممكن البورت دي ما تكونش مفتوحه في الفاير وول، فلو مش مفتوحه في الفاير وول كاوت بوند او ان بوند هي ايه، هيرجع تاني بايرور زي ما ايه شفنا من شويه. يبقى انت علشان تتاكد من تنفيذ اكواد السوكت بروجرامنج، الافضل لك انت وانت بتشتغل على الجهاز انك انت ايه تحاول توقف الفاير وول مؤقتا لغايه ما تخلص شغلك وبعدين ترجع الفاير وول تاني. او لو انت محترف في موضوع التعامل مع الفاير وول، ابدا ادخل على البورتات اللي انت عايزها وافتحها كلها، خليها ان بوند واوت بوند واشتغل عليها بدون اي مشاكل ان شاء الله. ده تقريبا اللي هو ايه الفكره العامه بتاع الايه السوكت بروجرامنج، وازاي انفذ الاكواد بتاعته، وازاي اجيب اكواد جديده. طبعا لو انتوا عاملين مشروع تخرج او حاجه ان شاء الله بعد كده، يعني بتطبيق على جهاز بيحاول يتواصل مع اجهزه تانية، فممكن نفتح سوكتس ما بين الاجهزه دي وبعضها ونبدا نعمل ايه انتر بروسيس كوميونيكيشن ما بين البروسيس اللي اتفتحت في الجهاز ده والبروسيس اللي اتفتحت في الجهاز ده على مستوى الابلكيشن لاير عن طريق الايه ترانسبورت لاير، وممكن نخليها كونكشن اورييتد او كونكشن ليس زي ما انتوا عايزين بمنتهى البساطه. زي ما شايفين كده الكود بالبايثون بسيط جدا، كل اللي بعمله ان انا بامبورت اللايبراري المناسبه. طبعا اتفقنا ان كل ايه لغه برمجه بتبقى معاها ادوات مساعده، يعني لو وقفت كده على السوكت هنا بيشرح لي ايه الموديول اللي انا شغال عليه اللي هو اسمه سوكت. This module provides socket operations and some related functions on Unix. It supports IP internet protocol and Unix domain sockets. On other systems it only supports IP functions specific for a socket are available as methods of socket object. ده بيطبق على لينكس بشكل كامل، لكن في الويندوز او الاذر سيستمز خلاف اليونكس في شويه يعني ايه تحذيرات هو بيحاول يوضحها لك. يعني عامه اي لغه برمجه هتستخدمها هتلاقي فيها لايبراري عن السوكت بروجرام، اعمل امبورت لللايبراري دي. لو انت شغال مثلا سي بلس بلس انكلود واسم اللايبراري، لو انت شغال بالجافا امبورت، لو انت شغال بالبايثون امبورت، whatever بقى يعني اللغه اللي انت شغال بيها واللي انت حابب تستخدمها على المدى الطويل هتلاقي فيها لايبراري اسمها ايه السوكت، خاصه بالايه بالفانكشنز بتاع السوكت بروجرامنج كلها. هنا طبعا بعد ما فتح انستانس من الكلاسز اللي هو شغال عليها اللي هي اسمها سوكت، جواها اوبجكت تاني اندر اللي هو انهرتد من السوكت تحت السوكت اللي هي الابستراكت كلاس، وفتح جواها ميثود. الميثود ديت ممكن تكون كونستراكتور، وعرف ايه متغير جديد وكانه ايه كونكت وسند اول جوه الاوبجكت ده، وهيبدا يستخدمه. زي ما احنا شايفين الموضوع ايه، لو انت اشتغلت شويه على البرمجه هتلاقي الموضوع بسيط جدا، لو انت مش متمكن قوي في البرمجه هتلاقي الاوامر تقريبا كلها متكرره بتستخدم عدد يعني بسيط جدا من الفانكشنز، وتقدر تجرب ايه برامج جاهزه زي اللي انا وريتها لك دي من المواقع اللي شفناها. المواقع ديت فري خالص، الكولاب ده فري، تقدر تعمل عليه بروسيسنج لاي اكواد بالبايثون انت عايزها. بس هو مشكلته الوحيده ان هو ليميتد لكميه بروسيسنج قليله والذاكره بتاعته كمان قليله، فهو طبعا بيعمل لك رن على الكلاود اللي هي امكاناتها
بالنسبه لك انت كفري اكاونت محدوده. لو انت حابب تزود الاكاونت ده بقى لازم تشتري حاجات ريسورسز على الكلاود اللي انت تشتغل عليها. الريسورسز دي طبعا ما هيش غاليه قوي، وتقدر طبعا لو الجامعه عندها كلاود كومبيوتنج مفتوح للجامعه هنا تقدر تستخدمه برضو لو انت حابب. الكلاود طبعا ممكن تلاقيها في حته تانية زي الامازون او الاجور او اي مكان عليه كلاود كومبيوتنج. اللي انا بستخدمه ده مجاني خالص بحساب جوجل، ميزته الوحيده ان هو مجاني لكن هو امكانياته محدوده جدا. برضو لو انت نفذت اكتر من تطبيق وشغلتهم مع بعض في نفس الوقت للاسف ما بيقبلش، بيقول لك الريسورس بتاعتك خلصت. الريسورسز ببساطه اللي هي البروسيسنج والايه والذاكره المتوفره لك على الكلاود دي. لو انتوا ما اشتغلتوش بايثون لغايه دلوقتي او ما عملتوش برامج بمستوى عالي، ممكن تبداوا ايه شغل على الكولاب. هو بسيط جدا، بيشتغل على الجوبيتر من خلال بايثون كودز. وممكن لو انت نزلت الجوبيتر برضو على الجهاز عندك يعمل نفس الكلام ده لو انت حابب يعني. لكن طبعا الاونلاين بيوفر لك حاجات كتير انك انت تثبت ايه برمجيات كتير على الجهاز بتاعك، ويحصل طبعا بعض الكونفليكتس او بعض المشاكل نتيجة تثبيت البرمجيات دي، لان البرمجيات دي معظمها للاسف الشديد اللي هي الفري بالذات مصممة انها تشتغل احسن مع اللينكس، واحنا معظمنا للاسف بيستخدم ويندوز. فلو انت جبت نسخة حديثة من الابونتو لينكس او اي لينكس يعني متقدم شوية، هتلاقي موجود معاه البايثون كومبايلر اوتوماتيك من غير ما انت ما تثبت اي حاجة. الجوبيتر يعتبر من الحاجات الكويسة جدا اللي بتعمل اي دي اي كويس قوي بالالوان، والى حد ما تعرف تستخدمها في البرمجة. بس موضوعنا في الكورس ده مش موضوع برمجة، هو ايه موضوع بس ايه ان احنا ازاي نستخدم السوكت بروجرام في انتر بروسيس كوميونيكيشن بين جهازين عن طريق الايه ترانسبورت لاير، وازاي الداتا بيحصل لها فلو. الاسئله اللي هتجيلكم ان شاء الله محدوده جدا على الجزء ده، مش هتخرج عن الكلام الموجود في السلايدز، هبعتها لكم ان شاء الله على المنصه باذن الله. ولو في اي حاجه نقدر نتواصل فيها مع بعض كده. لو احنا خلصنا الجزء ده يبقى احنا كده فاضل لنا جزء واحد بس اللي هو التي سي بي واليو دي بي، هنحاول نخلصهم الاسبوع الجاي. لو اتبقى وقت بعد كده هناخده مراجعه على الفاينل باذن الله. اتمنى ان انتوا على قد ما تقدروا بس تبداوا تراجعوا عشان الكويز الاسبوع الجاي من 10 درجات، وفي كويز تعويضي يوم الخميس، الكويز يوم الاربعاء الساعه 9 مساء، والكويز التعويضي يوم الخميس الساعه 9 مساء اليوم اللي بعده، كل ده الاسبوع الجاي. نحاول ان احنا نستعد كويس لان الدرجات دي هتبقى غير قابله للتعويض خلاص. ونستعد للفاينل. الفاينل هيزيد على الجزء بتاع الميد تيرم، هيزيد عليه الراوتينج، وهيزيد عليه كمان السوكت بروجرامينج واليو تي بي اليو دي بي والتي سي بي، هيزيدوا برضو على الجزء بتاع الميد تيرم. نذاكرهم كويس ونشوف البنوك الاسئله اللي معانا حاليا، البنك الاسئله اللي معانا اللي هو الخاص بالسبنيتنج، وبنك الاسئله اللي هو بتاع الكويز 1، زائد شغل السكاشن طبعا لازم تراجعوه كويس علشان الفهم احسن للشبكات. والشباب هيراجعوا معاكم تقريبا معظم الحاجات الباقيه في الاجزاء الخاصه بالسيسكو باكت تريسر، هيشتغلوها معاكم ان شاء الله الفتره ديت اللي هو الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي، واعتقد ان هم خلصوا معاكم قطعوا معاكم الشوط بالفعل. لو في اي يعني حاجه خاصه باستفسارات او شيء، ممكن الساعات المكتبيه عندي يوم الاحد القادم هكون معاكم برضو. الساعات المكتبيه شغاله لغايه قبل الفاينل باذن الله، يعني هحاول افتح الساعات المكتبيه لغايه قبل الفاينل عشان لو في اي استفسارات ارد عليها باذن الله. اتمنى التوفيق لحضراتكم كلكم في الاجزاء اللي هي اللي باقيه ان شاء الله، هي مش كتير، هي التي سي بي واليو دي بي بس، هبعته لكم برضو على المنصه دلوقتي. بالنسبه للدرجات بتاعه كويز 1 انا بعتها على المنصه في شكل ملف وورد علشان لو حد ما شافش درجته يشوفها في ملف الوورد ده، هتلاقي الدرجه قصادها الاي دي بتاعها، دور على الاي دي بتاعك او اعمل سيرش عليه هتلاقي موجود قدام الدرجه بتاعتك في كويز 1 لو انت ما قدرتش ايه تعرفها لغايه دلوقتي. في اي استفسارات يا شباب بالنسبه للاجزاء اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ في اي استفسارات تحبوا تسالوا عنها؟ طيب اوكي، هو يعني ما حضرش غير طالب واحد النهارده،
أتمنى إن تسمعوا التسجيل ده وتشوفوا الملاحظات وتردوا عليا في الجلسة اللي هي الخاصة بالساعات المكتبية يوم الأحد إن شاء الله الساعة 10 مساء. شكرا جدا وأشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.